المعرفة، وهذا موضوع اختصاصي الآن الذي أصرف لجل وقتي في عصر المعرفة. الإنتاج هو من صنع المعرفة، وصنع المعرفة هو طاقة خاصة بشرية، ليس ماكينات ولا مصانع. وأغنى أغنياء العالم في الدنيا هم صناع المعرفة، وأكبر شركة في الدنيا لم تعد شركة نفط ولا شركة بواخر ولا بنك، شركة معرفة. فبالتالي المعرفة والتي يخلقها البشر تؤدي إلى قناعة بأن الدول الأكبر سكان ستكون الأهم أمن. والآن حاليا حاصل، من هي أكبر اقتصادات صاعدة؟ الصين، الهند، البرازيل، روسيا، أمريكا، ألمانيا. هذه الدول القوية الآن في العالم اقتصادا هي الأكبر سكانا حاليا والمستقبل القادم. فإذا أريد أن أقنع أن نكف عن نغمة أنه إحنا عندنا شعب كثير وعاوزين نوكلهم مثل ما كنا نسمع أنه عاوز أطعمي الشعب. لأنت ما تطعميش الشعب، الشعب هو طاقة إنتاجية وليس طاقة استهلاكية. الشعب يجب أن ننظر له أنه هو اللي حيصنع الثروة، وهذا هي الحقيقة. لأن الدخل القومي ينتج من إنتاج المواطن سواء كان صناعة أو خدمة، ومن تداوله بيعا وشراء. هذا هو الناتج القومي. فما نضلش نحكي انه عندنا شعب ننطميه ونعلمه والى اخره. فاذا انا اريد ان اقول اننا امام ظاهره يجب ان ندركها. انا سمعت الاغنيه في الفاصل اللي تتكلم عن مصر يا ام الدنيا. انا اريد ان نحول هذا الكلام الجميل الى قناعه، والقناعه بان ندرك حجمنا. مصر لم تدرك بعد حتى الان حجمها الحقيقي ومكانتها الحقيقيه. في شعور عاطفي بانه مصر ام الدنيا حلوه، كلمه بتسعد وهي حقيقه، ولكن لم نترجمه الى قناعه. انا عندما اتعامل مع جيراني يجب ان اتعامل بانني ام الدنيا، مش بس احكي بنفسي. فاهم قصدي حضرتك؟ اي اللي هي قناعه شخصيه ان انا ام الدنيا بتعامل معاك على اني ند بالند بالضبط، والتي تفرض ان تتصرف بموجبها مش بس تحلم فيها. يعني انا لما اكون مقتنع اني انا رجل اعمال ناجح واروح انام وبس اني انا مقتنع، يجب ان اطبق نجاحي كرجل اعمال ناجح. مصر في قناعه بان في شعور، بس ما فيش قناعه. هذه القناعه تنعكس على الاقتصاد، تنعكس على علاقاتك مع جيرانك وفرض مكانتك، تنعكس على دورك ليس فقط الاقليمي، دورك الدولي. مصر لا يجوز ان تكون في موقع المستجدي لاي شيء، ولا أن تكون في موضع الذي يحتاج المساعدة أبدا. يجب أن يكون في موقف الذي يفرض مكانته كأم الدنيا. أنا أريد كلمة أم الدنيا أن تترجم إلى أفعال عملية وتنتهي وتكمل، بلاش تنتهي، تكمل النغم الحلو اللي مصر أم الدنيا. طيب تسمح لي هاخد من كلام حضرتك وهطرح تساؤل هام جدا. أي شخص في خلال او هاخدها من كلام حضرتك قلته، في الجامعه وفي المدرسه بنذاكر وبعدين ناخد الامتحانات، لكن في الحياه نعم نحن نواجه نعم الامتحانات ونتعلم منها الدروس. ونتعلم منها الدروس. نعم، هذه انا دائما استعملها. انا خدتها معلش. بالعكس، انا سعيد انك يعني تذكرني بها، لاني ما زلت اتعلم الدروس منك. انا اتعلم الان. لا يا فندم والله، انا عايز اخد المقوله دي واطبقها على مصر. نعم، من وجهه نظر سنوات طويلة من خبرة حضرتك وفهمك لاقتصاديات دول كثيرة ومشاركتك في نهوض في اقتصاديات دول كثيرة، البلد دي عشان تتعامل كمصر أم الدنيا زي ما حضرتك قلت، القناعة نجيبها ازاي واحنا مواجهين امتحانات صعبة؟ احنا عندنا امتحانات صعبة، وتم تأجيل قرض من صندوق النقد الدولي، وتم هناك مشاكل اقتصادية وانخفاض في الاحتياط النقدي، البورصة كل يوم بيقولوا بتخسر. فعايز تحليل حضرتك للأمور دي كلها. انت رميت لي الآن 20 موضوع هنتناولهم باختصار. أولا، أنا كما تعرف انتخبت ضمن فريق خبراء لإصلاح نظام الاقتصاد العالمي من قبل المنظمة العالمية للتجارة في جنيف. بالضبط. وسأصدر تقريري عن الاقتصاد، رسم مهمتنا هي رسم مستقبل التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وإصلاح المنظمة العالمية للتجارة. وأنا الآن منذ سنة أعكف على إعداد تقريري وسأقدمه في الاجتماع الإقليمي العربي الذي سيعقد في الأردن برعاية جلالة الملك في
11 فبراير القادم وبحضور رئيس الـ WTO المنظمة العالمية للتجارة اللي هو أول مرة رئيس المنظمة العالمية للتجارة منذ خلقت يعقد اجتماعا إقليميا عربيا. ضغطت أنا بحكم منصبي هذا بأن يحصل هذا الاجتماع وسيحضر ما دام من حبك للعالم العربي كل العرب. كده أنا بدأت في البداية بقول نسمع حد بيحب العالم العربي ويحب عايز البلد كل البلدان تبقى كبيرة. وأصريت أن يكون اجتماعا إقليميا عربيا مش اقليميا مثلا لانه مرات بقول لك شرق اوسط ومرات تعابير المختلفه. وايضا ما يكونش قطري ان يكون اقليميا عربيا مكانه اي مكان عربي هو عربي. المهم من هذا المنطلق انا اقول اننا هنا امام ازمه رسم سياسه للمستقبل. نحن نرسم في مصر وانا بحكي عن مصر لانني اؤمن بان مصر هي العرب. انا ما بتدخلش شؤون مصر بس مصر فارضه نفسها علي لان مستقبل العرب هو مصر خيرا وشرا. فبالتالي لي مصلحة أنا ستيك هولدر لي مصلحة فيما يحصل في مصر كعربي في أي قطر عربي. فنحن هنا عندنا مشكلة رسم سياسة. نحن نتكلم أولا عن الإعلام وأنت رجل إعلامي كبير. أنا الإعلام يا سيدي في مصر نسي جانب كما تفضلت في مقدمتك اسمه الاقتصاد. اسمع الأخبار تسمع عن صعود البورصة وبيقول لك وبقول لك الاقتصاد المصري خسر. الاقتصاد المصري ما بيخسرش لما بترتفع ولا بتنزل البورصة. الاقتصاد لا يتأثر دولارا واحدا لو بعت 100 مليار واشتريت 10,000 مليار. هذا السوق الموازي اللي بنسميه احنا السوق الوهمي لا يضيف الى الدخل القومي اطلاقا. ده مثل لعب الورق ملوش علاقة بالناتج القومي. يعني لما بنحكي عن الناتج القومي الجي دي بي لأي دولة لا يدخل فيه إطلاقا حركة سوق المال. فبالتالي أنا بالنسبة إلي حركة البورصة لا تعنيني ولا أتابعها ولا أسمعها لأنها عمل تسلية. اثنين قاعدين بيلعب ورق بتسلوا فيه فما لوش دخل في الناتج القومي. حط لي على جنب ما هو الإطلاق أبدا صفر. أقول لك أنك لو بعت مليارات المليارات واشتريت مليارات مليارات أسهم أو أوراق مالية الإضافة للناتج القومي وللاقتصاد هي صفر. وأنا أقول كلام مزاع على التنفيذ هاي بالضبط. يعني أنت حضرتك قصدك أن ده ما يفرقش في الناتج القومي لدولة كبيرة ولا كبيرة هي عمليات ما بين رجال أعمال بين أطراف بيع بعضها بيع وشراء ومش بيع وشراء لأنه هو فقط بيع شراء أوراق. لأنه البيع والشراء هو لسلعة أو لخدمة والأسهم ليست سلعة ولا خدمة. أنت الناتج القومي هو إنتاج سلع وخدمات وبيعها وشراءها هذا هو تمام. هذا لا يتعلق فيه. أنت نقطة ثانية نحط على جنب. نحن نتكلم بنعم للدستور ولا للدستور واسمح لي وهذا مهم. بس لما المواطن لما بيسمع عن الدستور هو عاوز دستور ليه؟ مشان يبرزه يعلقه في البيت ويحطه جنب سريره. ما بطعمهوش خبز ولا بيجيب له مدارس لأولاده ولا بيجيب له وظيفة ولا بيجيب له صحة تطبيب جيد. عندما يريد المواطن ديمقراطية وحقوق ودستور بيقول لك بالنهاية أنا عاوز أعيش صح. طيب احنا هذا الجانب نسيناه نسينا البوتوم لاين.